السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية. أنا النهاردة جايب لكم خبر مهم جدا طبقا للموقع الخاص بجريدة الفجر والموقع الخاص بالمدرس بوك. نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، يترقب جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الثانوي، وذلك فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع ظهورها سيكون في يوم 14 يوليو المقبل. واليوم سنستعرض لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 عبر بوابة الثانوية العامة، وده الموقع بتاعها، وانا هسيب لكم الرابط الخاص ببوابة الثانوية العامة ورابط الخاص بوزارة التربية والتعليم في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر الموقع الالكتروني، وسوف تظهر نتيجة الثانوية العامة على الكثير من المواقع المختلفة، وعلى رأسهم موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أن في يوم 14 يوليو سوف تعلن نتيجة الأوائل على الثانوية العامة وإعلان الحصول عليها من خلال اسمك ورقم الجلوس الخاص بك. والحد الأقصى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس هو 18 يوليو، وهناك حوالي 33 طالب من الأوائل، ومن ضمنهم طالب من المكفوفين وطالب آخر من مدرسة المتفوقين، وستعلن النتيجة إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن لكل طالب معرفتها من خلال رقم الجلوس الخاص به. وسوف تعتمد النتيجة عقب الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والتجميع والرصد والمراجعة، ومن المتوقع أن تكون النتيجة في هذا العام أفضل وأعلى من السنوات الماضية. ورغم سهولة الامتحانات، وسوف تشهد النتيجة ارتفاع كبير في الدرجات، لأن جزء كبير من الأسئلة كان يعتمد على فهم الطالب، وبعض الطلبة قد وضعوا الإجابات الغير نموذجية. وأخيرا، موعد إعلان النتيجة رسميا سوف يحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث أن الكنترولات تعمل بسرية تامة. وده الخبر بتاعنا لكم النهاردة، انتظروا معنا كل أخبار التعليم في مصر وفي الوطن العربي. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.